فحص الذاتي للثدي بالنسبة للنساء موضوع كلش مهم وكلش ضروري إنه كل واحدة من يمنا يكون عندها وعي بهذا الشيء، ولازم تعرف أنت تعرفي وتعلمين اللي وياك بالبيت أو تعطيهم هذه المعلومات اللي يستفادون منها. أول شيء عندنا إحنا إيش وقت يكون الفحص، كيفية الفحص، إيش وقت يكون الفحص، من سن البلوغ، إيش وقت ما تبلغ البنت، يعني إيش وقت ما جت الدورة، يبدي الفحص إنها شهري، كل شهر بنفس الموعد تشيك نفسها. بالنسبة للنساء اللي يشربون حبمانة تأخذ إيش وقت تأخذ الحباية اللي هي 5 يوم، المفروض هذا اليوم هي اللي تفحص فيه نفسها. بالنسبة للي انقطعت عنهم الدورة واللي هم في سن اللي يكون الفحص يوم ثابت بالشهر، كل شهر نفس هذا اليوم تفحص نفسها وتشيك نفسها. زين، احنا بالاساس احنا نعرف يعني احنا اكو مراية عندنا نخليها مثل عندنا بالحمام او مكان اخر، نكون ان احنا نبال المراية نباوع على شكل الثديين، هاي كيفية الفحص، نشوف الثديين شكلهم، احنا متعودين على الشكل اكو اختلاف، نفس الموضوع يمنى يسرى، نشوف الموضوع انه نفس الشيء نفس الشكل، اكو تغيير بي صار ثاني انتبه. زين، عندك افرازات الثدي هم لازم ننتبه لها، يعني من تعصر الثدي الافراز يكون دموي او حليب او خراج، هاي لازم تنتبه، او طبيعي او غير طبيعي. شيء ثاني شكل الحلمه يكون بارز، المفروض بالموضوع الطبيعي انه تكون بارزه، من تدخل الحلمه يصير شيء مو طبيعي، فلازم